حقيقة هذه عذرا على المقاطعة، هذه الإضاءات المهمة اللي حضرتك سلط الضوء عليها من خلال المشاركة المصرية. أيضا نشرك معالي الوزيرة نيفين بهذا الحديث عندما نتحدث عن مصر، مصر الولادة حقيقة، مصر التي تفكر وتبدع وتنتج في جميع الميادين الفنية والثقافية والأدبية. دائما هناك نرى المشهد المصري متصدر. اليوم في هذه الدورة اللي جرش 37 نحاول أن نتعرف من خلال حضرتك على أهم الإضاءات اللي راح تكون فيها المشاركات المصرية في هذا المهرجان، بما أنه مصر هي ضيف الشرف. يعني بداية أنا يعني بشكر يعني على المملكة الأردنية، وبشكر يعني معالي الوزيرة هيفاء النجار طبعا يعني على الدعوة الكريمة وعلى اختيار مصر ضيف للشرف في أول دورة يكون فيها ضيف شرف في مهرجان جرش، وهذا يدل طبعا على المكانة التي تحتلها مصر لدى المملكة الأردنية. وطبعا يعني هي دولة شقيقة وبيننا يعني تاريخ طويل مشترك على كافة الأصعدة والمجالات، ودائما الثقافة تقود العلاقات بما إنها القوى الناعمة بين الشعوب. هي ليست علاقة رسمية بين جهات رسمية، ولكن هي علاقة بين الشعوب ممتدة عبر التاريخ. مهرجان جرش في الدورة 37 مختلف عن السنوات السابقة في أنه اختار أن يكون فيه ضيف شرف للمهرجان، وطبعا ده بيدي زخم للمهرجان أكبر، ويعني بيعمل رؤية جديدة للمهرجان. ودائما يعني تجديد الرؤى مطلوب في الثقافة عشان يواكب التجديدات والتغيرات اللي بتحصل، وعشان يؤكد على عمق العلاقات الدولية ويوضح للأجيال الجديدة التاريخ المشترك في الحضارة منذ القدم. يعني العلاقة بيننا ليست جديدة، ولكن طبعا يعني ممتدة من سنوات بعيدة جدا على كافة الأصعدة. مهرجان جرش هذا العام فيه زخم ثقافي وفني كبير جدا. المشاركة المصرية فيه متمثلة بعدة محاور، أهمها على المستوى الرسمي في مجموعة من الفرق الثقافية والفنية تتبع وزارة الثقافة، زي فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا، فرق الفنون الشعبية العديدة التابعة لهيئة قصور الثقافة، وهي تمثل نموذج حي للتراث الفني والثقافي الشعبي في محافظات مصر كلها. وطبعا يعني احنا هنقدم أوبريت رقص شعبي معبر عن التنوع الثقافي الثري جدا في جمهورية مصر العربية، إلى جانب مجموعة من الفقرات الفنية على مدار أيام المهرجان كلها لبعض الفرق الشبابية التي تمثل يعني الفن المعاصر المصري من رؤية شبابية، وهذا مطلوب طبعا. الحرف التراثية بتحتل مكانة كبيرة جدا، وطبعا لدينا اهتمام مشترك مع معالي وزيرة الثقافة الأردنية، وهو الاهتمام بالتراث. التراث هو الجذور، وبدون الجذور لا يكون هناك امتداد وتطور ومستقبل. الحرف التراثية هي جزء مهم جدا من الصناعات الثقافية، ولم يعد الفن والثقافة طرف، وإنما هو بيقوم بدور تنموي مجتمعي كبير جدا جدا جدا. أهم محور فيه الاعتماد على ربط الصناعات الثقافية بالتنمية المجتمعية عن طريق ربط الثقافة والحرف بالاقتصاد. ربط الثقافة بالاقتصاد بينمي المجتمع، وإحنا أمس كنا في زيارة لإحدى الجمعيات، الحقيقة نموذج رائع جدا في الأردن هنا عن دور الثقافة متمثل في الحرف التراثية في التنمية المجتمعية. في قرية سيدات هذه القرية بيقوموا بإنتاج الحرف التراثية بكافة أشكالها، من أول الأكل الشعبي للمنسوجات للخزف، وطبعا بيعملوا سلسلة من المطاعم، وهم بنفسهم بيديروا وينتجوا وأصحاب العمل. فده طبعا يعني بيقوم بدور مجتمعي مهم جدا، وأنا بحيي معالي الوزيرة على الرؤية دي الحقيقة. الله يخليكم.